طيب كابتن محمد، خليني اروح معاك كده الملفات برضو يعني موجوده على الساحه الايام دي، وفكره بالذات العاب القوه والمنشطات اللي موجوده دي مشكله مش محليه، دي مشكله عالميه. ف يعني كلمنا عن النقطه دي، وكلمنا انت ازاي برضو بتحمي نفسك من فكره هنا المنشطات. اول الموضوع طبعا بيبقى صعب شويه في حاجه، ان هو يعني سواء جالي برد مثلا، جالي اي مشكله، لازم الدواء ده اسال عنه كتير جدا، واتاكد 100% ان هو ما فيهوش اي ماده حتى لو ماده صغيره جدا. ما يعني حتى سواء اكل بره البيت، سواء اي حاجه، كل ده بنحاول نمنعه. لما بتعب برد ولا كده مثلا، ممكن فيتامين سي كده، ما اقدرش اخد اي ادويه. وطبعا هو زي ما قلت حاجه كده، يعني بكلمهم هم بياكدوا مثلا لو في دواء معين وافقوا عليه باخده، وما فيهوش طبعا. يعني دايما بترجع. ما ينفعش اعمل حاجه من دماغي خالص يعني. يعني لو مسؤولين عن اجراء التحاليل، مش المفروض ان هم ادرى الناس بان يعني في نسب معينه من مواد قد تكون محظوره، بس نفس المواد دي بتكون موجوده في يعني ادويه تانية لعلاج البرد مثلا زي ما انت بتقول، ولا يعني هي بتبقى بالنسبه، ولا مجرد وجود شبهه النوع ده تحديدا في الدم يبقى انت خلاص خدت في مواد مستطر. مجرد ظهورها بيعمل مشكله جامده. مجرد ظهورها في مواد بقى بنسبه زي ما قلت كده، بس سواء نسب او مجرد ظهورها هم برضه اللي بيقولوا لنا. يعني انا ما اقدرش نعمل حاجه من دماغنا، ولا حتى ما اعتقدش ان انا حتى اقدر افهم ان انا اقعد ادور في كل ماده وابص عليها وابص ان الشركه دي كويسه ولا لا. سواء برضه السبلمنت برضه يعني بنقعد نسال، وفي شركات كتير طبعا بتخوف شويه، مثلا لو عايزين مثلا يزودوا في المنتج يحطوا حاجات مش هم مش كاتبينها اصلا. فبنقعد نسال كتير جدا، يعني حد متاكد 100% ان الدواء ده سليم ما فيهوش حاجه وناخده او المكمل يعني. بس طب هل دخلت قبل كده برضو يعني شاركت في بطولة كان في احد اللاعبين واخد منشطات ووقفوه مثلا، حصل له توقف عن اللعب فترة؟ يعني عايزين نعرف منه. في بعض البطولات، بس طبعا بيبقى بعدها بشهرين. يعني مثلا بقى لعبت مثلا معاه النهاردة، اول ما النتيجة تطلع وتتبلغ وياخدوا القرار الرسمي بقى مثلا بإيقاف قد ايه او كده، ساعتها بيبلغونا وممكن يسحبوا منه ميدالية. تبقى حصلت كذا مره يعني. حصلت مع روسيا مؤخرا واتسحبت منها ميداليتين، بس مش متاكد كان الكلام ده في رياضه العاب قوه ولا في رياضه ثانيه، بس اللي انت بتقوله بيحصل بالفعل. هو بيحصل في العاب قوه كتير جدا جدا ده، يعني حتى يعني ممكن بعد الحصول على ميداليات يتم سحب هذه الميداليات، ممكن بعديها باربع سنين كمان، مش حتى بعديها بكام شهر. ان هو يعني في ناس مثلا بيعملوا ريتيست للعينه بتاعتهم بعد كام سنه، يبقى ظهر فيها مواد جديده واخدين منهم الميداليه مثلا من 3 سنين. فهو الموضوع بيبقى بايخ جدا جدا الحقيقه.